السلام عليكم. هواوي ميت 50 وميت اكس 3 سوف يظهران في هذا التاريخ هواتف جديدة من هواوي قادمة بقوة. وأطلب منكم قبل البدء أعزائي الكرام الضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس وشكرا لك. كشف تسريب جديد أن شركة هواوي تستعد لإطلاق هاتف هواوي ميت 50 وميت إكس 3، وذكر التسريب موعد إطلاق هذه الهواتف بالإضافة لبعض المواصفات. تفاصيل هواوي ميت 50 وميت إكس 3. وفقا للتقارير سوف يظهر هاتف هواوي ميت 50 في يناير من هذا العام أو من العام المقبل. وذكر التسريب أيضا أن هاتف هواوي ميت 50 إكس سوف يعمل بمعالج كوالكوم الجديد سناب دراجون 898، وهذا خبر مفرح حيث أنه سيعمل بال 5G. وفقا للتقارير يحتوي هذا المعالج على نواة كورتكس X2 قوية بتردد يبلغ 3 جيجا هيرتز وثلاثة أنوية كورتكس A710 بتردد يصل إلى 2.5 جيجا هيرتز وأربعة أنوية كورتكس A510 موفرة للطاقة مسجلة بسرعة 1.79 جيجا هيرتز. وسوف يحتوي الهاتف على معالج رسوميات أدرينو 730. في فبراير 2022 من المقرر أن تعلن شركة هواوي عن هاتف ميت إكس 3 ذو الشاشة المرنة القابلة للطي. يحتوي الجهاز على مستشعر بصمة أصبع في الشاشة، بالإضافة إلى ذلك قد يتجاوز معدل تحديث الشاشة 90 هيرتز. تشير بعض التقارير إلى أن هواوي تفكر في إصدار جهاز لوحي بشاشة E-Ink. يحمل الجهاز اسم مات باد بيبر ورقم الطراز HMWAL10. ومع ذلك كانت هناك شكوك بالفعل حول الطلب على هذه الأداة بين المشترين. بحسب التسريبات السابقة يأتي هاتف هواوي ميت 50 بشاشة ذات حواف منحنية ذات رؤية كاملة تتميز بتصميم الثقب للكاميرا الأمامية. يحتوي الهاتف أيضا على مكبرات صوت في الأعلى مع ميكروفون ثانوي. والجانب الأيسر به زر طاقة بالإضافة إلى زر التحكم في الصوت. وفي الوقت نفسه يتكون الجانب السفلي من مكبرات الصوت بالإضافة إلى منفذ USB من نوع Type-C. أما الجهة الأخرى للهاتف الخلفية فتحتوي على وحدة كاميرا دائرية كبيرة الحجم ومزدوجة الحلقة، وتتكون الدائرة أيضا من فلاش ليد ومستشعران ألوان. ما رأيكم في هواتف هواوي الجديدة؟ شاركونا في التعليقات ولا تنسوا دعم القناة بقوة. أطلب منكم أعزائي الكرام الضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس. أحبكم في الله، مع السلامة.